نحن إلى متى نخاف أولياء الشيطان؟ إلى متى نخاف من أمريكا؟ إلى متى نحسب لها مليون حساب؟ لك أمريكا عبارة عن مخلوق ضعيف مهين ذليل للخالق سبحانه وتعالى. نعم، كيف ننسى الخالق ونرهب المخلوق؟ كيف هذا؟ والله عز وجل يلاحقنا بتحذيراته بإنذاره: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نحن نعاني من مشاكل فعلا نعاني، ولكن في الوقت ذاته نحمد الله عز وجل على أن شامنا هذه فعلا فيها سر، وتفسير هذا السر هو المعنى الذي أودعه الله عز وجل في هذا المكان، في هذه البلدة التي باركها الله سبحانه وتعالى. نعم، لا نعرف أكثر من ذلك. نعم، ومن ثم شاء الله أن يأوي إليها خيار الناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شامنا هذه ستطرد، نعم، وستركل بالأقدام كل ما يطلب منها مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. بل أرجو وآمل أننا سنزداد مع الأيام تمسكا بإسلامنا وتمسكا بالله. لم تأخذك ثمن.